السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ الدرس الثاني أو الحلقة الثانية من تعليم التفصيل. هنبدأ الأول بشغل الملايات. حابة أقول لكم الأساسيات بتاعت إن أنا آخد مقاس للملاية. عايزة أحط لكم أساسيات نمشي عليها. يا ريت نحضر كشكول كده ونكتب فيه الحاجات اللي احنا هنقولها دي، وتبقى موجودة عندك للتذكير. مش لازم كل مرة، انا من مصلحتي طبعا ان انت كل مرة تجيب الفيديو وتقعدي تسمعيه تاني عشان تشوفي الحاجات دي، بس بفرض ان معكيش نت، كنت نازلة دلوقتي حالا عايزة تفتكري، مش لازم ما عندكيش وقت تتفرجي على الفيديو تاني او تعيدي المقاسات. فيفضل ان يبقى معانا كشكول كده نكتب فيه المقاسات الصحيحة لاخد اي مقاس بتاع ملاية. اولا في اساسيات مهمه كده دي بنمشي عليها، بتبقى مبدا. زي ايه؟ زي مثلا الملايه. انا بعمل الملايه ازاي؟ انا عندي السرير اهو، عندي السرير كده طول وعرض وارتفاع. الجزء اللي نازل للملايه من هنا، الجزء اللي هو بيبقى فيه الكورنيش او نازل سايب او اي حاجه، وبيبقى السرير كده غالبا عرض السرير من هنا كده بيبقى 195، 195. بعد كده السرير من هنا يعني طوله كده 195، عرضه بيبقى متر، 120، 150، 140، 160، 180، مترين، على حسب. خلاص، احنا دايما بنعمل الطول بتاع السرير ده على عرض القماش. عرض القماش دايما بيبقى معانا 2.40. انا معايا الطول هنا 195 او مترين، في سراير مترين وفي سراير 195 كده، نادرا ما يكون في سرير 190، بس الغالب بيبقى 195. انا لما يبقى معايا 2.40 سم القماش، هحطهم لما اجي افرش الملايه على السرير، وهتدخل من الجنب ده شويه وهتدخل من الجنب ده شويه، يبقى انا بحتاج عرض القماش. يبقى انا دايما بعمل الملايه على عرض القماش، خصوصا ان القماش ساعات بيبقى فيه كنار، في حاجه. فلو انا عايزه اعمل اخلي الكنار من تحت، برضو بروح عامله 2.40 على نفس عرض القماش، واخلي الكنار يبقى من تحت باين، الشكل بتاع الكنار يبقى باين. وممكن اعمله الناحيه التانيه ويبقى شكل الكنار جاي على السرير، منظر على السرير من ناحيه المخده مثلا او من الناحيه التانيه، يبقى جاي كده. طيب، الاساسيات بتاعت اخد مقاس الملايه، احنا بنشوف السرير عرضه كام، عرضه كده كام. وليكن السرير، هنبدا بان السرير معانا متر. لو السرير متر، فاحنا بناخد القماش عشان نحسب الملايه هتاخد معانا كام. بنحسب لو السرير عرضه متر، بنحسب متر زائد دايما النزلة دي كده بتبقى الطبيعي 50 سنتي، فاحنا بناخد متر زائد 50 سنتي. الجزء اللي احنا بنحطه على الملاية من جنب الحيطة من هنا، يعني انا بفترض ان السرير بالجنب مش في النص، انا بفترض السرير جنب الحيطة، فاحنا بنيجي على الجزء اللي هو جنب الحيطة اللي احنا بنتنيه على الملاية، احنا بنعمله 40 سنتي، 40 سنتي. خلاص، في ناس بتعمله 30 سنتي، براحتك، بس هو طبعا يفضل ان هو يبقى 40 عشان يبقى واخد راحته وتبقى المراية مرتاحة ومتنية كويس ما تقعش، خصوصا ان ده ممكن يبقى سرير اطفال، بس الاطفال بتتشاق وكده فبتوقع الملاية، فممكن يبقى 1.40 متر. انا بتكلم على الطقم العادي اللي بدون استك. مقاسات الطقم الاستك دي هنقولها بعدين في حلقة تانية، انا بتكلم على الاساسيات بتاعت الطقم العادي. هنحط 40 سنتي هيلفوا حوالين الملاية، يبقى انا كده عشان اعمل ملاية للسرير متر بدون كرانيش، يبقى انا هحتاج 190 سنتي ملاية بدون كرانيش. تمام. طيب، الملاية لو انا عندي للسرير 1.20 متر، يبقى انا هحسب المتر 1.20 متر، وهزود عليهم نفس 50 سنتي، وهزود عليهم نفس 40 سنتي. خلاص، 40 سنتي
يبقى هنقول 120 وخمسين، 170 واربعين سنتي، مترين وعشرة. اقدر لو انا عايز اخلي دي 30 بس اعملها مترين بس، خلاص. طيب لو سرير متر وستين، باخد سرير باخد 160 زائد 50 زائد 40، يبقى يديني كام؟ مترين وعشرة. مترين ومية وستين واربعين، مترين ونص. مترين ونص ده لو سرير متر وستين. يبقى انا عندي اساسي، لما احب اعمل اي ملاية اساسي الجزء ده كده، ده اساسي اللي هو ايه؟ اللي هو الجزء اللي نازل من الملاية 50 سنتي، والجزء اللي هيتحط تحت الملاية من ناحية الحيطة 40 سنتي، وممكن نخليه 30 على حسب ما احنا عايزين، بس هو يفضل 40. يبقى الجزء الاساسي معانا 90 سنتي، الجزء الاساسي معانا 90 سنتي. بنزود عليه قيمة الملاية، قيمة عرض السرير. عرض السرير متر، يبقى متر وبنزود عليه 90. عرض السرير متر وعشرين، متر وعشرين بنزود عليهم 90. عرض السرير متر وستين بنزود عليهم 90. عرض السرير متر وتمانين بنزود عليهم 90. خلاص، ايا كان عرض السرير وبنزود عليه 90. انا بتكلم على الملاية الفلات، الملاية اللي بكرنيش دي هنقولها في حلقات تانية. بتكلم اول حاجة عن الملاية الفلات. طيب دي بالنسبة للملاية. طيب بالنسبة للخدادية، كان زمان احنا بننجد الحاجات قطن، فكان المنجد يعمل لي سرير الاطفال الخدادية 60 سنتي، السرير الكبير الخدادية 70 سنتي. ساعات كان يزوق الخدادية فيعمل خداديتين 70 سنتي وخداديتين زي الماسورة كده او مدورين كده، كانت بتبقى دي لهم مقاسات تانية. لكن اللي متبع دلوقتي حاليا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده، كل الخداديات الموجودة او اغلبها فايبر. سريرنا كلها دلوقتي كل الخداديات اللي عليها فايبر. الفايبر معمول اساسي 50 في 70، كل الخداديات اللي معمولة حاليا 50 في 70. خلاص. طيب انا عايز اعمل الخدادية 50 في 70، اعملها ازاي 50 في 70؟ بعمل الخدادية بزود على 50 دي 5 سنتي، وازود على 70 دي 5 سنتي، عشان اعمل حساب الخياطات. فانا باخد الخدادية 55 سنتي في 75 سنتي. طيب فرضنا القماش مش هيبقى مقضي معايا، وانا هروح عاملاها 52 او 53 في 73، برضو عادي هتتعمل معايا وهتبقى حلوة. هي هتبقى ضيقة سنة بس هتبقى حلوة. لكن انت عايزة تاخدي مقاسات مظبوطة وتبقى حلوة على الخدادية، 75 في 55. خلاص. الخدادية دي للسرير الكبير او للسرير الصغير، لان احنا السرير الصغير بيبقى متر بنحط له خدادية ومخدة، والسرير الكبير بنحط له خداديتين والمخدة. فالخدادية اساسي للسرير الكبير او للصغير 75 سنتي. طيب نيجي للمخدة. المخدة لها طريقتين. اولا كل المخدات كبيرة ما عدا متر وعشرين كلها بناخد طول المخدة، يعني بناخد بنشوف هنعمل السرير قد ايه. سرير متر وستين بنقص قماش متر وستين، سرير متر وتمانين بنقص قماش متر وتمانين، سرير متر وخمسين بنقص قماش متر وخمسين. ما عدا السرير متر وعشرين بالذات ده انا بقص له 90 سنتي، او عشان اخلي المخدة مبحبحة شوية بقص 95 سنتي، لان برضو اغلب المخدات اللي موجودة دلوقتي فايبر مش معمولة عند المنجد. اللي عند المنجد هنعمل لها 90 سنتي عادي وهتبقى كويسة، لكن اللي معمول المخدات الفايبر بنعملها 95 سنتي. 95 سنتي ليه بقى؟ اشمعنى اللي هي سرير متر وعشرين اللي بنعملها 95 سنتي؟ لان القماش عرضه 240، لما نقسم ال 240 على 2 يدينا 120. 120 ده الطول اللي احنا عايزينه للمخدة، تمام؟ يبقى احنا بدل ما ناخد 120 ونطلع منهم حتة، واحنا كده كده هناخد 75 للخداديات، لا احنا بناخد 95 سنتي
وبنعملهم هما المخدتين. خلاص. طيب فرضنا ان انا هعمل سرير واحد، فرضنا ان انا هعمل سرير واحد، هنعمله ازاي؟ هناخد ال95 سنتي دي نعملها كيس مخدة وخدادية، وناخد الملاية بالمقاس اللي احنا عايزينه. لو احنا هنعمل سرير واحد مش سريرين، يعني لو سريرين هناخد 75 سنتي نعمل الخداديتين، وناخد 95 سنتي 95 سنتي نعمل المخدتين. خلاص. لكن لو انا حابة اعمل سرير واحد، لو انا عندي سرير واحد هعمله سرير واحد، عايز اعمل له طقم، بعمل مثلا السرير، يعني السرير 1.20 متر، باخد 2.10 متر، وباخد 95 سنتي احطهم، اعمل بيهم المخدة والخدادية. خلاص. يبقى بعملهم ب95 سنتي المخدة والخدادية. خلاص. طيب لكن لو مخدة كبيرة، لو مخدة للسرير كبير بقيس على حسب المخدة، سرير 1.60 متر اقيس 1.60 متر، سرير 1.80 متر اقيس 1.80 متر، سرير 2 متر اخد 2 متر على حسب المخدة اللي عندي قد ايه. خلاص. طيب اخر حاجة بقى، احسب بقى الطقم كله على بعضه ازاي. طيب انا عندي عايزة اعمل مثلا طقم لسرير كبير، هاخد السرير 1.60 متر اللي هو الطبيعي بتاعنا، السرير 1.60 متر، يبقى انا هرجع هنا كده اخد 1.60 متر و50 و40 يبقى 2.5 متر، يبقى انا عايزة للملاية 2.5 متر. ماشي. عايزة للمخدة 160، وعايزة للخدادية 55. ممكن في الحالة دي اعمل حاجة، يعني انا ممكن اخلي الطقم 4.5 متر يكفيني. انا هوريكم ازاي دلوقتي، يعني في فيديو تاني في حلقة تانية هوريكم نعمل الطقم ده ازاي. لو انا عايزة المقاسات تبقى مبحبحة معايا كده، وعايزة الطقم يبقى كبير وكويس، يبقى انا هاخد 2.5 متر زائد 55 زائد 95، اجمعهم مع بعض. لا مش 95 بقى، ده المخدتين 95 دي اللي هي سرير 1.20 متر، انا بعمل سرير 1.60 متر يبقى هاخد 1.60 متر. خلاص. لو حسبت الكلام ده كده هلاقيه حوالي 4 متر 65، 4 متر 65 سنتي. خلاص. يبقى 4 متر 65 سنتي، 4 متر 65 سنتي. ممكن انا اجيب 4.5 متر واخليهم يكفوا، وناخد المقاسات. انا هوريكم ازاي دلوقتي. خلاص. ناخد المقاسات ازاي. وممكن يعني ممكن اجيب 5 متر الا ربع، ممكن اجيب 4.5 متر هخليهم يكفوا برضه، هيبقى كويس، هيبقى المقاس مظبوط وكويس. ممكن اجيب 5 متر ازود في المقاسات، لو انا عايزه الملايه تبقى مبحبحه اجيب 5 متر. دي بقى بتبقى حريه شخصيه بترجع لنا احنا. لكن لو انا هعمل سرير للبيع 1.60 متر بجيب 4.5 متر وبخليهم يكفوا ال4.5 متر طقم، وبيبقوا كويسين جدا، والناس ما بتشتكيش من المقاس بتاعه. طيب انا قلت لكم الاساسيات بتاعت اخد مقاس الطقم ازاي، دي الاساسيات بتاعت اخد مقاس الطقم. هنستنوني بقى ان شاء الله، هنبدأ برضو الحلقة الجاية ان شاء الله نشوف مع بعض احنا هنقسم، لو جبت 4.5 متر او جبت 5 متر الا ربع نقسمهم ازاي عشان نطلع منهم طقم. بس الاطقم يعني انا هبدأ الاول الاطقم الفلات اللي هي ما فيهاش حاجة خالص، وبعدين نبدأ نشتغل في الاطقم اللي فيها كرنيش، ونحسب ازاي انا لو هجيب طقم هعمله بكرنيش نحسبه ازاي. استنوني الحلقة الجاية ان شاء الله نتكلم فيها عن قص طقم فلات، ونشوف هناخد المقاسات بتاعته ازاي. لو انتوا استفدتوا من الفيديو ما تعملوش تعملوا اعجاب، ما تنسوش تعملوا اعجاب وتعملوا اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، لان انا بصراحة لما بشوف لما بدخل على القناة بلاقي نسبة الناس اللي بتتفرج بدون مشاركة، بدون ما تبقى مشتركة في القناة، اعلى من نسبة الناس اللي مشتركة. مش عارفة ليه الكلام ده وازاي. يا ريت لو لسه ما اشتركتوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار
بكل جديد. ولو استفدتوا من الفيديو اعملوا له اعجاب وشيروه لاصدقائكم عشان يستفيدوا هم كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.